السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا يا جماعة مع فحص الترانزستور، وزي ما احنا شايفين كده هنعتمد في عملية الفحص على أساس ان هو عبارة عن 2 ديود. ادي الترانزستور ان بي ان عبارة عن 2 ديود اهو، وشهم في وش بعض، السالب مع السالب اللي هو الكاثود، والانود بره وهنا الانود بره. ادي البي القاعدة سالبة، وادي المجمع موجب، وادي المشاع موجب. الترانزستور ان بي ان عكسه بالظبط، سالب موجب سالب. الديودين الانودين وشهم في وش بعض. فنعتمد في الاساس على الفحص على اساس هذا الرسم. بنجيب احنا فرض عندنا ترانزستور، مش عارفين احنا الاطراف طبعا الثلاثه بتوعه، بنمسك اي طرفين نحاول نحدد القاعدة فين الأول. الأساس إن احنا نحدد القاعدة فين، أيهم القاعدة. بنجيب الأفوميتر الديجيتال، وطبعا انتوا عارفين الديجيتال السلك الأحمر بتاعه هو الموجب بتاع البطارية، والسلك الأسود هو السالب بتاع البطارية، بعكس الأفوميتر العادي اللي هو الأنالوج السلك الأحمر بتاعه هو سالب البطارية. خد بالكم من الحتة دي. فبنشتغل هنا، بناخد أي طرفين، واحد واتنين، أي طرفين من ثلاث أطراف بتاع الترانزستور عشوائي، ونحط هنا الطرف الموجب على 2 والطرف السالب على 1، ونقيس. لو ما ادناش قرايه نعكس الاطراف، نجيب الموجب هنا والسالب هنا، نبدل الاطراف يعني على الترانزستور. الاحمر هنا على اليمين ونجيب السالب على الشمال. لو ما ادناش قرايه يبقى خير وبركه، يبقى عرفنا الاثنين دول هم الايه، المجمع والمشاع. ليه بقى؟ لان التيار يا جماعه ما بيمرش من هنا، لو مر الموجب من هنا السالب هيمنعه، الديود السالب هيمنع. ولو حطيت هنا موجب هنا ومر من الديود الاولاني الديود التاني هيمنعه. يعني في الحالتين ما بين المجمع والمشاع مفيش قرايه، لان المقاومه عاليه ايه جدا، لان في انحياز عكسي على اي واحد فيهم. معايا؟ يبقى دي اول حاجه حددناها، ان المجمع والمشاع عرفنا ان الطرفين مجمع وشاع. يبقى الطرف التالت على طول هو ايه، القاعده، تلقائي. طالما الاثنين دول عرفناهم من المجمع، يبقى الطرف الثالث ايه، هم ايه، القاعده. يبقى نيجي نحدد ايه، يا ترى الترانزستور نوع بي ان بي ولا ان بي ان، على حسب القاعده. لو القاعده سالبه يبقى خلاص، يبقى هو ايه، ان بي ان، بي ان بي. لو القاعده موجبه يبقى هو ايه، بي ان ايه، لا ان بي ان. نشوف كده الخطوه اللي جايه، تحديد القاعده. هنا بدلنا الاطراف ومفيش قرايه في الطرفين هم المجمع والمشاع، عرفنا ان هم المجمع واحد واثنين هم المجمع والمشاع، خلاص باقي نعرف ان ايه نوع الترانزستور عشان نحدده. نحط الطرف الموجب هنا من السلك الاحمر على اي واحد، على اي طرف، والطرف السالب طبعا على الايه، على القاعده. لو ادى قرايه يبقى خلاص، يبقى القاعده يبقى ايه، في انحياز امامي، او يبقى القاعده ايه، سالبه، والايه، والمشاع او المجمع موجب. يبقى خلاص عرفنا نوع الترانزستور ان القاعده سالبه، يبقى هو بي ان بي، يبقى بي ان بي. وطبعا هيدي قرايه هنا مع برضو مع نفس الشيء مع الطرف الثاني، هيديك قرايه، هيديك نفس الشيء. طالما القاعده سالبه وحطيت السلك الثاني هنا على الطرف الثالث، ولو يكن مجمع او مشاع، هيديك قرايه. لو ما ادكش قرايه يبقى الترانزستور خربان تالف، يبقى الترانزستور محروق. ليه؟ لان انت عرفت ان الاثنين اللي فوق دول هم المجمع والمشاع، خلاص يبقى لازم يديك. طالما اداك قرايه مع القاعده هنا يبقى عرفت القاعده ما بين المجمع والمشاع، او ما بين المجمع والقاعده، اداك قرايه يبقى خلاص، يبقى لازم يديك قرايه كمان مع الايه، مع الايه، القاعده والايه، والطرف الثاني سواء مشاع او مجمع. معايا؟ وضع السلك الاسود على القاعده والاحمر على اي طرف، لو وجدت قرايه يبقى هو الترانزستور بي ان بي. لو دي موجبه الاحمر على القاعده، لو اداك قرايه، افرض حطيت انت الطرف الاحمر هنا واداك قرايه، يبقى خلاص يبقى الترانزستور نوعه ان بي ان. لكن لو حطيت الاسود واديك قرايه على اي مع اي واحد فيهم، يبقى الترانزستور ايه، بي ان بي. معايا؟ مفهوم كده؟ هنا في المره اللي فاتت لو ما لقيناش قرايه، حطينا السالب على القاعده وما اديناش قرايه، يبقى نبدل الاطراف، نحط الموجب على القاعده، طبعا هيدينا قرايه هنا على شاشه الافوميتر. معايا؟ يعني معناها ان الترانزستور ايه، محروق. معناها ان الترانزستور محروق. نيجي بقى لتحديد اي فيهم. احنا حددنا خلاص القاعده وعرفنا ان الترانزستور مثلا ايه، ان بي ان، عاوزين نعرف الايه، الاطراف، او بي ان بي، عاوزين نعرف الاطراف، هل ده المشاع ولا ده المجمع ولا ده المجمع ولا ده المشاع.
بالفرض ان احنا عرفنا ان الترانزستور بي ان بي، ادي بي موجبه لان المشع موجب وهنا سالب، القاعده سالبه وهنا ايه المجمع موجب، فبنقيس الايه، بنحط طبعا الاسلاك بصوره عرفنا خلاص، فبنقيس القرايه ما بين المجمع والقاعده ونشوفها، وما بين المجمع ما بين القاعده والمشع ونشوفها، هنلاقي دايما ان قراءه الايه المجمع في معظم الترانزستورات 90% منها ان قراءه المشع بتكون اكبر شويه، حاجه بسيطه يعني بالملي، يعني مثلا 3 4 او 5 6 ملي فولت اكتر من ايه من قراءه المجمع، يبقى قدرنا نعرف ان ده المشع وده المجمع من القراءه، تحديد القراءه معايا يا جماعه، اقول تحديد الطرفين زي ما احنا شايفين كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي مع مقطع فيديو يا جماعة بيوريك الراجل ازاي بيفحص الترانزستور، وطبعا في البداية بيشغل يحط الافوميتر على التدريج اللي هو الصفارة، تدريج الصفارة اللي هو فحص الديود، فاكرين فحص الديود، وبيبتدي يفحص على اي طرفين عشوائي، ما بيديش هنا قرايه ما بين الاولاني، حاطط السالب على الاولاني اهو على الطرف الاولاني، ما بيديش قرايه، ما فيش قرايه، والسالب برضو ما فيش قرايه، ده معناها ان ايه ان مش عاتي قطبيه صح، ومفيش هنا قرايه، مفيش اي قرايه، فبيبدل الاطراف، بيحط الاحمر موجب على الاولاني والاسود على اللي في الوسط، بيديني قرايه، ابتدى يعرف ان ده يا مجمع يا مشع وده يا مجمع يا مشع، يبقى دي القاعده، يبقى ده القاعده وده واحد فيهم مجمع وواحد فيهم ايه مشع، بيعرف ازاي ان ده مجمع او ده مشع، بيقيس القرايه ويشوف القرايه الاقل يبقى هو المجمع، والقرايه الاكثر هو اللي هو ايه المشع، هنا 603 ما بين الاولاني والتاني 603 ملي، وما بين الاولاني والتالت 606، 606 يبقى على طول يبقى ده المشاع والمجمع في النص لانه اقل، المجمع ملاحظين ان قراءة المجمع اقل اهي، وقراءة الايه المشاع اكتر، عرفنا ان دي القاعدة خلاص موجبة اهي، والايه طبعا والمشاع والمجمع سالب، القراءة هنا اكتر، يبقى يبقى النوع الاولاني بيز اهو، القاعدة الاولانية بيز، والتاني كولكتور مجمع، والتالت ايه متر مشاع زي ما احنا شايفين كده، بيعيد تاني وبيكرر بيقول لك ان القرايه قليله شويه ما بين القاعده والمشاع، ويبقى نوع ترانزستور ان بي ان لانه حاطط الموجب على الايه على الاولاني اهو على القاعده، طالما القاعده موجبه الترانزستور ان بي ان، هيبتدي يفحص الترانزستور اللي فوق ده يا جماعه ويشوف ان هو ايه بيدي صفاره مع كله، بيدي صفاره، اداك صفاره اهي، بيدي صفاره، فمعناها ان الترانزستور خربان، بيديك صفاره مع ثلاث اطراف، مش المفروض ما يديش صفاره مع ثلاث اطراف، معناها ان الترانزستور ايه خربان محروق، ترانزستور تالف يعني، بيقول لك ما بين المجمع والمشع طبعا ما فيش قرايه، سواء بدلت الطرفين ان بي ان قصدي، الطرف الاولاني القاعده والطرف اللي في الوسط مجمع والطرف التالت مشع. نيجي بقى الملف لصفحه وورد، بس كتبت انا لخصت انا فيها الكلام ده يعني على صفحه وورد، اتمنى تكون واضحه، مش عارف اتحرك ولا لا، هنا طبعا في النقطة الأخيرة ديت، لو أنت إيه لو أنت فحصت وجيت أنت لقيت إيه لقيت في قراية، لو لقيت في قراية أول طرفين عشوائيين يبقى خلاص، يبقى سهل يعني، إحنا فرضنا الست خطوات دول اللي فاتوا على أساس إن إحنا فحصنا الطرفين الأولين ما لقيناش إيه قراية في إيه، سواء بدلنا الأسلاك أو في الوضع العادي ما لقيناش قراية، يعني معناه إن المجمع والمشاع اتحددوا، لكن افرض أنت أول ما جيت تفحص إداك إيه قراية، يبقى في طرف منهم ايه قاعده والطرف الثاني يا مجمع يا مشع، يعني عرفت ان الطرفين واحده فيهم قاعده، يبقى سهل ان انت تحدد ايه الطرف الثاني، برضو تقيس على الطرف الباقي وتحدد ايه نوع الترانزستور بسهوله زي ما احنا شفنا في المقطع اللي فات. اتمنى يكون الشرح واضح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم احمد المصري.